وضمن أجواء شهر رمضان الكريم أقام قسم النشاط المدرسي في تربية صلاح الدين المسابقة الدينية لحفظ القرآن وتلاوته، حيث سيتأهل 10 من المتسابقين الأوائل إلى النهائيات التي ستجرى في محافظة كركوك برعاية وزارة التربية. الزميلة أسيل نوري والتفاصيل. صغت الأذان وخشعت القلوب لتراتيل من الذكر الحكيم كان يتردد صداها في قسم النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية صلاح الدين، حيث احتضنت أروقته المسابقة الطلابية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2021-2022. حضورنا اليوم في قسم النشاط المدرسي المسابقة الدينية لحفظ القرآن وتلاوته المتمثلة باللجنة التحكيمية من جامعة تكريت كلية الشريعة العلوم الإسلامية. هذه كما تعرفون هذه المسابقة انقطعت من العام 2019 بعد جائحة كورونا، واليوم تعتبر المسابقة الأولى في محافظة صلاح الدين. إن شاء الله الطلب الأوائل العشر الأوائل من هذه المسابقة سوف تكون هناك مسابقة في المديرية العامة لمحافظة كركوك برعاية معالي وزير التربية، وهذه المسابقة لها الأثر الديني والأثر الالتزام الإسلامي في محافظتنا. ونحن نعيش أيام الشهر الفضيل في محافظتنا. ونحن نعيش أيام الشهر الفضيل، هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، يقيم النشاط المدرسي في مديرية تربية صلاح الدين المسابقة القرآنية الدينية لحفظ وتلاوة القرآن للمرحلة الثانوية. في هذه المسابقة تأهل متسابقون من قسم تربية الدجيل ومن قسم تربية الطوز ومن قسم تربية سامراء ومن قسم تربية بيجي، بالإضافة إلى قسم تربية تكريت. الفائزون من هذه المسابقة سيذهب إلى المسابقة الوزارية التي تقام برعاية معالي وزير التربية في محافظة كركوك إن شاء الله. وزارة التربية دأبت على إقامة هكذا مسابقات. حقيقة الهدف من هذه المسابقات هو تنشئة جيل محب لدينه، متمسك بعقيدته الإسلامية، ينهل من الدين الإسلامي كل القيم الإنسانية والاجتماعية التي تجعله محصن وتجعله إنسان نافع يخدم المجتمع. النهائية يتم اختيار 12 طالبا فقط يتأهلون للمشاركة في مسابقة على مستوى البلاد تقام في محافظة كركوك وتحت إشراف مباشر من وزارة التربية. أحفظ القرآن كاملا عن ظهر غيب ومجازة بقراءة عاصم براوي شعبة وحفص. حفظت القرآن من عمري 5 سنوات وأتممته في سنة 2015. شاركت بمسابقات في تركيا وهذه أول مسابقة أشارك فيها بالعراق. أتمنى أن أتأهل إلى المسابقة الوزارية في كركوك. أنا بديت أقرأ القرآن من عمري 8 سنوات وهاي أول مسابقة إلي في صلاح الدين. أتمنى أن تستمر هذه المبادرة ودعم الجميع ماديا ومعنويا. تهدف وزارة التربية بإقامتها هكذا فعاليات لدعم واستمرار مسيرة الحفظ والحافظين للقرآن وإنشاء جيل متمسك بعقيدته محب لدينه. لقناة صلاح الدين الفضائية أسيل نوري، تكريت.